أسلمهم الظرف واستلم الفلوس. الله، انت في حد جنبك ولا مؤاخذه؟ غريبة، غريبة أوي. إيه؟ في إيه؟ عادل أفندي بيقول إنه جاي بكرة هو والجماعة إياهم عشان ياخدوا الظرف ويدونا الفلوس. ظرف؟ ظرف إيه وفلوس إيه؟ مش عارف، الظاهر إنه وقع في إيديهم وما كانش في طريقه قدامه خلص بيها نفسه غير ان يقول لهم ان الظرف عندنا عشان يجوا يستلموه وهو معاهم. يعني هم هيجوا على هنا وهو معاهم؟ ايوه بكره. عفارم عليه، دي حته فكره ما تخطرش على بال اي احد. بس المساله مش بسيطه زي ما انت متصور. المهم انهم يجيبوه ويجوا ويجوا، وساعتها هنعرف ازاي نخلصوا منهم بايوه شكل. بس لازم نسبك اللعبة كويس. الناس دول مش هبل، مش مستاهل انهم يشربوها كده. لازم هيكونوا واخدين استحراصهم. انتوا هتسافروا معاه بكره، متولي هيستناكوا بره في العربيه. خليهش يبعد عنك سنتي واحد، خلي مسدسك لازق في ظهره على طول، لان طول ما انتوا مهددينه مش هيقدروا يعملوا لكم حاجه. اذا حسيتوا باي غدر اضربوا فيهم بالرصاص على طول. لما ناخد الظرف منه نسلموا الفلوس على طول؟ بعد ما تتأكد إن الأوراق اللي في الظرف هي اللي احنا عاوزينها اضربوه بالرصاص هو واللي معاه. مش عاوزكوا ترجعولي بكرة إلا ومعاكوا الأوراق وخبر الأستاذ عادل. مساء الخير يا ريس سليمان. اهلا وسهلا يا استاذ عادل، اتفضل. اهلا وسهلا، نورتوا، منورين الطرف. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا بيه. اهلا وسهلا، اهلا 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 اهلا، نورتوا المطرح. يا اهلا وسهلا. كانش فيه داعي ده كله، لا مؤاخذه، العمليه مش مستحقيه والدار امان. فين الظرف؟
طب بقول ايه، ما تقعدوا الاول وتريحوا كده من تعب السفر والحاجات دي. بقول لك ايه، مفيش داعي للكلام كتير. فين الظرف؟ طب لا مؤاخذه بيه، يعني جبتوا الفلوس؟ الفلوس موجوده والظرف كمان موجود. فين؟ المعلم صابر هيجيبه ويجي حالا لمؤاخذه. مين صابر ده؟ صابر ده صاحبي وشريكي لمؤاخذه. يكون في علمك صابر ده لو حب يعمل حاجه كده ولا كده مش هيحصل كويس. يا عم قلت لك العمليه مش مستحقيه، ده كله والدار امانه مؤاخذه. انتوا عايزين الظرف واحنا عايزين فلوس، كل واحد يسلم التاني حاجته لمؤاخذه، ويا دار ما دخلك شر. واحب اعرفك ان حياتك وحياه صاحبك في خطر، واي حركه غدر حياتكم هتروح هدر. يا راجل بعد الشر ما تقولش كده، ده احنا واقفين في التراب لا مؤاخذه. لا ده احنا سعادتك بيه ناس جدعان قوي ولاد بلد قوي، ونضيف الناس اخر ضيافه لا مؤاخذه. مش معقول يعني يجي لنا ضيوف كده حلوين زي حضرتكم كده ونغدر بيهم لا مؤاخذه. اتفضلوا، انا مؤاخذه استريحوا. اتفضل يا بيه، اتفضل. شبه الراجل الاخضر بالظبط. منور يا استاذ عادل. منورين يا رجال. طب ما تبعد عنهم احسن، احسن بتشائم قوي. منور يا استاذ عادل. كده خدتوني في دوكه ونسيتوني اسالكوا تشربوا ايه. استنى عندك. يعني انا مؤاخذه كانش في داعي كده، يعني ده انا غرض يعني ضيفكم واقوم بالواجب ده مؤاخذه. شكرين يا حبيبي. واحنا ناقصين الدبان ده الاخر. على فكره المعلم صابر مش هيتاخر خمس دقايق بالكتير ويجي هنا. هيتاخر ولا ايه؟ منور يا استاذ عادل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ما تبعد البتاع ده، مش معقول كده الواحد يعني. اوف بقى لا مؤاخذه، اصلي يعني المكان هنا لا مؤاخذه مش نظيف قوي. تصور الواحد طول النهار عمال يرش من البخاخه دي، مفيش فايده ابدا. ممكن اقوم ارش شويه بعد اذنك يعني؟ يا اهلا وسهلا. واقص جبان اصله. حاضر يا بيه، حاضر. مؤاخذة.
معلم صبر، هو في ايه؟ لا مفيش حاجه، ما تخافش. اسمع تاني، اسمع. انت جيت؟ تمام يا ريس سليمان؟ تمام تمام. فين اللي راح؟ اهو حبيبي. ماشي حبيبي. تعال على يا اخويا اسمع معايا. ايه ما تاخدش بالك، دي حاجه بسيطه كده بس عشان الناس اللي ما بتجيش بالذوق. ما تعال خلينا نعمل كويس. قوم معايا، قوم معايا. ايوه اسمع حبيبي بس. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عادل. أسلم عليك بقى كويس. الله يسلمك يا سليمان. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا حاجة بسيطة كده. أنا أصلي لا مؤاخذة بقى إيه؟ رشيت شوية من البخاخة دي عشان الناس دول يتخمدوا ويغمى عليهم، كلها دقيقة واحدة ويفوقوا وكل شيء يبقى تمام. وجبتوه منين الغاز ده؟ ده واحد صاحبنا جابه لنا من بلاد بره، وهو برضه بينفع في زلات. بقول ايه؟ انتوا هتتصرفوا في الاثنين دول ازاي؟ يا سيدي مالكش دعوة انت، احنا اللي هنتصرف. مالكش دعوة. في واحد تاني بره. بره؟ ايوه في العربيه. يبقى الهوا يا مان. قول لي فين بالظبط؟ شكلها ايه العربيه دي؟ ملاك اسكندريه سودا. بس هطلع اجيبه عشان يجي يناوس اخواته. على الناس يا فاول المدخل. ماشي وجب. ثانيه واحده. يعني ايه بقى مفيش خبر عنه؟ انا لغايه دلوقتي ما فيهوش ولا حتى اتصلوا بالتليفون. طب ده كان المفروض انهم يوصلوا امبارح بالليل. ادي احنا مستنيين يا بسيوني، والغايب حجته معاه. ايه حجته معاه؟ تكونش متصور انهم هيرجعوا لك؟ هشوي بيه عادل خلاص لعب لعبته ووقعهم في الكمين. وكل سنة وانت طيب. هو ده اللي انا كنت خايف منه وعامل حسابه، عشان كده انا قلت لك من الاول لازم نخلص عليه وندفن سرنا معاه، لكن انت بقى عرضت. اتفضل. جالك كلام انا بقى؟
برأيي يا بسيوني، انت هتحملني مسؤولية اللي حصل ولا ايه؟ مال مين المسؤول بقى؟ ها؟ مش انت اللي قلت سيبوا لي الموضوع ده وانا هتصرف؟ ادي احنا سيبناه لك يا سيدي، عملت انت ايه بقى؟ بسيوني ارجوك يا بسيوني، انا مش فايق الكلام ده دلوقتي، بدل ما تتعصب وتصرخ اهدى كده، خلينا نعرف نفكر ونشوف لنا حل. حل؟ حل ايه يا استاذ شوقي؟ ادي دقنا ايه مكان الواد عادل ده، هيحطنا كلنا في حديد. الواد ده مش لوحده يا بسيوني، أكيد في ناس وراه سندينه. إيه؟ ناس؟ ناس مين بقى؟ ناس يهمهم إن أمرنا ينكشف ونروح في داهية. أنا واثق إن هما اللي بيخططوا له وبيرسموا له كل حاجة عشان يوقعونا. أنا ما يهمنيش دلوقتي إن أنا أوصل لعادل، أنا يهمني أعرف مين الناس اللي وراه. جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. ربوع بلادي الأربعاء 8:30 مساء على ذكريات. انتوا التلاتة تك 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 سكر نباتة نوم العوافي. لكن ما قلتليش يا استاذ عادل، المخزن ده اللي ودوك فيه لمؤاخذة فين بالظبط؟ ده مخزن كبير مليان بضايع في حتة مقطوعة كده، اكتشفت بعدين انها جنب ابو قير. ابو قير؟ ياه، من مينا الشرقية لابو قير يا قلبي لا تحزن. بس دي لمؤاخذة يعني مسافة كبيرة قوي. امال لمؤاخذة يعني في سؤال، وقعت في ايديهم ازاي؟ الواد سيد الفتوة اللي شغال مع بسيوني هو اللي عترف فيا. اعترف فيا وانا بحوم حوالين بيت بسيوني. خدني، كان معايا 2 رجاله معاهم عربيه، حطوني فيها وطلعوا بيا على المخزن في ابو قير. ها وبعدين؟ فضلوا يضربوا فيا عشان اقول لهم الظرف راح فين. قلت لهم الظرف ضاع، ما صدقونيش، متصورين ان انا مخبي الظرف كده ولا كده لاني بشتغل لحساب ناس تانيين. ولا مؤاخذه يعني في السؤال، قابلت بسيوني ده في ابو قير؟ طبعا، شفته في المخزن، قعد يهددني ويساومني ويتحايل عليا بكل الطرق عشان اقول له الظرف راح فين. اخر ما غلب سابني ومشي وخرج من المخزن بعد ما قال لرجالته يخلصوا عليا. طب لا مؤاخذه في السؤال بقى استاذ عادل، المسدس بتاعي ده لا مؤاخذه اصله غالي قوي قوي قوي، راح فين؟ انا ما نجانيش من ايديهم الا المسدس ده،
هو ده اللي خدته ونفعني هناك قوي. مش عارف انا ازاي فلتت من ايديهم. بقيت اضرب رصاص في الهواء تهويش، وفضلت اجري لحد ما خرجت من المخزن. انت تحمد ربنا ان ربنا نجاك من ايديهم. دول مجرمين اداريه، ما كانش من السهل يتاكلوا انت كده. ولمؤاخذه يعني عملت ايه بعد كده؟ رحت على لوكاندا في المنشيه من التعب، ما كنتش حاسس بحاجه، نمت ما ادريتش. الصبح فقت على صوت صاحب اللوكاندا بيفوقني وبيقول لي يا عادل. استغربت ازاي ده عارف منين اسمي. الادهى من كده اني اكتشفت انه عارف ان انا هربان من البوليس. لا طب وده عارف منين انك هربان من البوليس؟ عارف منين صحيح؟ ومين صاحب اللوكاندا دي لما قلت؟ واحد مجرم شكله زي غيره من المجرمين، اسمه عباس الديزل. عباس الديزل؟ عباس الديزل اكس عليه فارمل بقى تيك الديزل تيك الديزل. طب ما يكونش هو ده بقى اللي علق المسدس بتاعي لمؤاخذة؟ ايوه هو. طب وعمل ايه معاك بقى لمؤاخذة عباس الديزل؟ قال لي البوليس بيدور عليك، قالب عليك اسكندرية. انت مش معقول هتفضل قاعد لي هنا. وعرض عليا ان ياخدني في حتة الايه بعيد عن عيون الناس اتاوى فيها. طبعا ما كانش قدامي حل تاني غير ان اوافق. نزلت معاه وتحت لقيت عربية فيها رجالة غموا عينيا وما فكوهاش الا لما حبسوني في اوضة فاضية. اوضة ما فيهاش غير اربع حيطان. رموني فيها لمدة يومين لما كنت خلاص حجني. ولما اطمنوا خلاص ان انا استويت واعصابي انهارت خدوني وودوني على راجل تاني اسمه شوقي. شوقي بيه. وطلع مين شوقي بيه ده؟ هيكون مين يعني؟ هو واحد من اللي شغالين مع بسيوني طه. بس ده بقى يعني خدني بالذوق وبالهداوة وعرض عليا انه يهربني مرة مصر نظير انه يديني مبلغ كبير اعيش بيه. طبعا ما كانش في قدامي حل تاني غير ان انا وافق. وجاريتهم في اللي بيقولوه وقلت لهم ابعتوا معايا ناس يجوا معايا لحد هنا عشان ياخدوا الظرف. ظرف ظرف ظرف. انت كل شويه تقول لنا ظرف ظرف. انا نفسي افهم اللي هيجنني، نفسي افهم في ايه الظرف ده؟ ده ظرف سيء قوي. طب بقول لك ايه؟ ما تطبع لهم شويه ظروفه كده زي اللي بيعملوهم في الافراح وتوزع على كل واحد منهم ظرف وحته جاتوه. انتوا عارفين ايه بقى اللي في الظرف ده؟ لا مؤاخذه ده لازم في عمل معمول وعاوزين يفكوه. بس لا مؤاخذه بقى يا استاذ عادل، الحمد لله ان انت جات لك الفكره دي. لا مؤاخذه عارف لو ما كانتش جات لك الفكره دي ما كنتش هتنفد من ايديهم سليم. انت تحمد ربنا انها جات لحد كده. ربنا كريم. لكن لا مؤاخذه يا استاذ عادل، ما قلتليش الناس اللي انت قابلتها دي كلها، شوقي على بسيوني على حسني على غيره غيره غيره، يعني دول ما شفتهمش لا مؤاخذه يعني قبل كده؟ قبل كده ازاي يعني؟ يعني لا مؤاخذه قبل ما يتقتل الله يرحمه المدير بتاعكم. طيب وانا كنت هشوفهم فين؟ في الشركه يعني. لا مؤاخذه كده ما جوش الشركه زياره يعني، عملوا مقابلات اشغال يعني، كان ليهم اشغال كده في الشركه يعني. ما تخيلتش بيهم خالص يعني؟ عمري ما شفتهم قبل كده. أنا ما كنتش أتخيل إن في ناس أبداً بالشكل ده. دول زي الأشباح.
اللي تطلع في الكوابيس. بقول لك الحمد لله انها جت لحد كده. تلاقيك يا عيني يا ولدها تعبان وجعان. معلش انا هوضب لك لقمه، انما ايه سكر. طيب والناس اللي مربطين جوه دول هنعمل فيهم ايه؟ لا 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 لا، دول ما تحملش هم، خليهم على جنب. دول سيبنا انا اتكفل بيهم، هتوصى بيهم اخر توصيه واخر كرم. هصبحهم بعلقه واغديهم بعلقه واعشيهم بعلقتين لحد ما يقروا ويعترفوا هما بيشتغلوا مع مين. صباح الخير يا شوقي. اهلا. ايه عملت ايه؟ محدش منهم ظهر؟ محدش جه ولا اتصل حتى؟ لا يا بسيوني. ايه بقى خلاص؟ مفيش امل. هرب من هنا وما عدناش طايلينه. انا قلت لك كده من الاول. الله، جرى ايه يا بسيوني؟ انت هتقعد تبهدل فيا ليل نهار ولا ايه؟ كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه يعني ايه؟ ما كان في ايدك. ما خلصتش عليه ليه وخلصتنا منه زي ما قلت لك؟ الله، كنا هنستفيد ايه لما نخلص عليه؟ احنا كان كل همنا ان احنا ناخد الاوراق والمستندات وخلاص. لا، اما فهمني ان معاه الاوراق صدقته. انا ما كنتش فاهم انه تعبان. انا قلت لك من الاول يا شوقي ان ده ولد ساهي وتعبان. معلش يا بسيوني، هو عرف يضحك عليا ويستخفني المره دي، لكن يا ويله يا ويله لما يقع في ايدي مره تانيه. يقع في ايدك؟ ابقى قابلني. بعدين بقى في الحرارة دي. هي جت لمؤاخذة. يا هادي يا رب. برضه مفيش حد عند الأستاذ حسين بيرد. أنا بقول يمكن التليفون عنده بايظ ولا مؤاخذة. أكلم نايم زمانها رجعت. أكيد مزمزين ناهد قاعدة مع الست والدتك في البيت لمؤاخذة. على أي حال ما تقلقش، هنعصر بإذن الله هنكلمهم تاني، وبإذن الله هتلاقيها وتطمن على الست الوالدة. انت النهاردة اخدت فكرة عامة عن شغل المكتب عندي. بكرة بإذن الله حفوت عليكي برضو الساعة 10 الصبح، نطلع سوا على المكتب ووريكي بقية الدفاتر والمستندات. ايوة، بس على فكرة لازم نفتح ملف جديد لكل عملية، لان لاحظت ان في اوراق ومستندات كلها ملخبطة. اهي دي بقى اهم حاجة هتساعديني فيها. اطمن، كلها يومين ثلاثة وتلاقي كل الملفات متوضبة. انا خايف لانت اللي تزهقي وتتضايقي من الشغلانه دي. ازهق واتضايق ده ايه؟ ده شغلي. ولا انت نسيت ان من النهارده موظفه عندك؟ لا يا ناه، ما تاخديش الحكايه بالشكل ده. اوعي تتعاملي معايا على اني صاحب شغل.
احنا اصحاب قبل كل شيء، والعلاقه اللي بيننا اكبر الف مره من الشغل. انا عارف. عشان كده عايزك تعتبر نفسك كانك بتشتغلي في مكتبي كنتي، مش في مكتبي. وامتى بقى هتقدمي استقالتك من الشركه؟ يعني قريب. ايه في حاجه؟ اصل بصراحه بابا مش موافق على حكايه الاستقاله دي، من رايه اني اشتغل معاك بعد الظهر او اخد اجازه بدون مرتب. اصله شايف ان الوظيفه الحكوميه اضمن بكتير من اي شغل خاص. هو طبعا بيتكلم بمنطق الناس بتوع زمان اللي شايفين ان الوظيفه الحكوميه اضمن من اي وظيفه تانية مهما كانت، ماشي راخر على المثل اللي بيقول ان فاتك المير اتمرغ في ترابه. على اي حال انا ما بغصبكيش تسيبي شغلك، اذا حسيتي انك تقدري تشتغلي هنا وهنا مفيش مانع، اذا حبيتي تاخدي اجازه بدون مرتب تحت امرك، المهم انك تفضلي معايا، لاني فعلا محتاج حد زيك يقف جنبي في شغلي. ما احنا اتفقنا ان انا هبقى معاك، والمكتب هيبقى مكتبي زي ما هو مكتبك بالظبط، ولا ايه؟ اه طبعا طبعا. طب اشرب العصير بقى قبل ما يسخن. بتبص في ساعتك ليه؟ اصل لازم امشي دلوقتي. ليه؟ هروح لمامة عادل. يا ستي بيروح لها بعد الغدا. اصلي ما شفتهاش النهارده ولازم. الله، طب ناكل الاول، ما جاتش من ربع ساعه دي. اتفضلي. متر. ما فيش فايده. أنا لازم أروح لوالدتي، لازم أطمن عليها. يا ريس سليمان مش حاضر أستنى أكتر من كده. مش وقتك يا أستاذ عادل، بس أنا بقول يعني أنا مؤاخذة تستنى شوية لما الدنيا تليل. على العموم أنا هروح أحضر لك الهدوم اللي هتخرج بيها بعد إذنك. سلام قولا من رب رحيم. وراح فين؟ يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، يا استاذ. ايوه يا سيدي. حاجه ايه؟ لا مؤاخذه، عشان لما تيجي خارج. تسلم ايديك يا ريس سليمان. تحت امرك يا استاذ عادل. بقول يا استاذ عادل، خلي دول معاك. ايه ده يا ريس سليمان؟ ما تاخذنيش، دي حاجه بسيطه كده لا مؤاخذه. لا 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 ارجوك. الله 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 يا استاذ عادل، الكلام ده انت هتعمل بينا تكليف. ما هو كمان مش معقول كده يا ريس سليمان. ده مش معقول اللي انت بتقوله ده يا استاذ عادل، الرجاله مفيش بينها حساب لا مؤاخذه،
اللي معايا معاك واللي في جيبك معايا. وبعدين انت برضو لما تروح للست الوالدة لمؤاخذة لازم تسيب لها حاجة برضو، مين عارف الظروف. ما هو حسين صاحبي هيكون الله حسين. وانا مش زي حسين برضو لمؤاخذة ولا عشان لابس جلابية. انت ما تعرفش مقامك عندي قد ايه يا ريس ايمان. يبقى خد من غير ما تتكلم. عيب يا استاذ عادل تعمل تكليف بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى مين ده؟ طير. طيب يا اللي بتخبط ايه؟ مفيش صبر. مين؟ مين اللي بيخبط؟ انا. افتح. انت مين؟ انا. افتح بس. مين؟ تعالي تعالي نروح جوا. اطلعي على السرير عشان تستريحي. انت من اسكندريه؟ امبارح بالليل. انت مش اخر مره كلمت ناهد؟ قلت لها انك اول ما توصل هتيجي على طول. ايه اللي اخرك كده؟ ظروف. ظروف ايه يا ابني؟ كفالة الشر. سيبك من الحاجات دي دلوقتي وقولي لي عامله ايه؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا انا كويسه. ماشي على الدواء والعلاج؟ طبعا. اخر مره الدكتور شافك امتى؟ اول امبارح. وقال لك ايه؟ طمني قوي. الحمد لله. خلي بالك من صحتك عشان خاطري. انا كويسه بخير يا ابني. المهم انت طمني، عملت ايه في حكايتك؟ ولا حاجه ولا حاجه. كل يوم بتتعقد عن اليوم اللي قبليه. كل ما اتصور ان خلاص وصلت لحد فيهم الاقي نفسي بعيد بعيد قوي. عملت كل اللي اقدر عليه، عملت حاجات عمري ما كنت اتصور اني ممكن اعملها، ومع ذلك ما وصلتش لحاجه. حتى ما بقتش عارف ان كنت حاضر اخلص من المصايب اللي وقعت فيها دي كلها ولا لا. لسه برضه ما اعترفتش في الراجل ده اللي اسمه بسيوني. بسيوني مش لوحده، دول ناس كتير. الحمد لله اللي ربنا نجاني منهم. ده لولا الريس سليمان وصابر ما كنتش حاضر انفد منهم النوبه دي. والعمل؟ هو ده السؤال اللي بساله لنفسي ليل ونهار. ايه العمل؟ يعني ايه يا ابني؟ خلاص العدل ضاع من الدنيا؟ الظالم يزيد افترى والمظلوم يروح في الرجلين؟ مش ممكن. يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. ما تقوليش كده يا ابني، ما تقوليش كده، بعد الشر عليك. صدقني يا ابني الموت اهون عليا من الحاله اللي انا شايفاك فيها دي. بلاش الكلام ده يا امي، ما تزوديش عذابي، كفايه اللي انا فيه. عملنا ايه بس؟ عملنا ايه عشان يجرى لنا ده كله؟ معلش كله يقوم. مين ده؟ انت مستنيه حتى؟ لا لا يا ابني. يمكن ناهد. لا ناهد معاها مفتاح. استني ما تفتحيش، اكيد ده البوليس شافوني وانا طالع على السلم. ست حميده، ست حميده. ست حميده. مين ده؟ مش سامع حاسه كويس. ست حميده. ده الواد حسن المكواكي. طب وانت عايز ايه؟ مش عارفه. ست حميده برضه ما تفتحيش. في ايه يا واد حسان؟ واقف كده ليه؟ عمال اخبط على الست حميده من الصبح ما بتفتحش. تبقى مش موجوده؟ معقوله؟ دي ما بتخرجش خالص.
يمكن تكون نايمه ومستمعه. ده اللي عمال ارزع في الباب بعزم ما فيا. غريبه، انا خايف لو يكون جرى لها حاجه، اصلها عيانه قوي وقاعده لوحديها، يعني لو طبت ساكته محدش هيحس بيها. يا واد فضل الله ولا فالك، ما هو كل شيء جاهز يا عم شكري. طب وايه العمل دلوقتي؟ انا بقول نخش نكسر الباب ونخش نشوفها. نحرص دوما على تحقيق ما يخدم المصلحة العامة. طيب يا عمي في المرور أقول لك لا، أنت ليه تقول له بكرة تعال خذها؟ في كثير من الإخوان السائقين بيقودوا سياراتهم بسرعة عالية جدا. أتحدث إليكم بارتفاع شاحن. الطيران جزء من حياتي. الآن الكاميرا تطوف بكم داخل غرفة المخالفات. إن الغرف التجارية الصناعية لعبت دورا رئيسيا في التنمية. الناس الاثنين الثامنة مساء على ذكريات. نكسر الباب ده يا انت جنن؟ يمكن تكون جاتها الأزمة ومحتاجة دكتور، أو نلحقها قبل ما تروح في ضيف. إذا كانت الحكاية كده فالأحسن نبلغ البوليس وهم يجي يكسروا الشقة من على البيت. أنت شايف كده؟ هو ده الكلام السليم. يلا بينا. يلا بينا. الحي بلغ البوليس. الحي هو اللي ما ينزله. أنا هستخبى جوه. افتحي شوفي عايز إيه. مين؟ مين اللي كان بيخبط؟ ايوه يا حجه، انت كنت فين؟ توحشنا عليك. اصلي كنت نايمه جوه يا ابني. يعني انت كويس الحمد لله؟ الحمد لله. اصل الواد حسان قاعد يخبط عليك كتير ولما ما فتحتيش توحشنا عليك. خير لك معايا المكوه. كتر خيرك عنك، ادخلهم لي ثاني. يا ابني كتر خيرك، انا اللي حرام ده. انا حاجه كتر الف خيرك يا حسان، متشكرين يا ابني متشكرين. لازم خدمه ثانيه؟ لا كتر الف خيرك، الحساب حديهولك بكره الصبح. الحساب واصل، فوتك بعافيه. مع الف سلام. مشي خلاص؟ مشي الحمد لله، ان انا قلبي كان هيقع. معلش. اما اروح بقى احضر لك لقمه تاكلها. اكل ايه انا شبعان؟ بس انت اقعدي. ما انت تلاقيك ما اكلتش من الصبح. صدقيني ماليش نفس، انا اكلت قبل ما اجيلك على طول. طب اعمل لك الشاي. شاي ايه بس يا امي؟ اسمعيني، انا عايز اقعد معاك حبه قبل ما انزل. تنزل؟ انت هتنزل تاني يا عادل؟ انا لو بايدي ما كنتش هسيبك ولا دقيقه واحده، بس اعمل ايه؟ الظروف كده. مش هتستنى لما تيجي ناهد؟ وهي في ناهد طول النهار بطلبها، والدتها هي اللي بترد عليا. ما دام اتاخرت لغايه دلوقتي يبقى اكيد هتيجي المغرب، تلاقيها راحت الشغل عشان تمد اجازتها. طيب انا هكتب لك العنوان وانت بتديه لها. طيب بس اوعى العنوان يضيع منك ولا الورقه تقع في ايد حد. وده معقول يا ابني؟ انت تعرفي عادل من امتى؟ تقريبا من سنه وشوي. عرفتوا بعض من الشغل؟ بتحبيه؟ قصدي يعني اتخطبتوا لبعض عن حب؟ طبعا. طب ليه ما اتجوزتوش طول المده دي كلها؟ الجواز محتاج مصاريف وترتيبات كتيره، والحاجات دي ما بتنتهيش في يوم وليله. بس العمر قصير يا ناهد، وخساره اننا نضيع احلى ايامه نستنى اللحظه اللي هنعيش فيها مع الانسان اللي بنحبه. تفتكر يعني انه كان بايدينا ان احنا نعيش مع بعض
واحنا اللي مرضناش. مش قصدي، بس لما الواحد يخطب انسانه جميله ورقيقه زيك لازم يموت نفسه في الشغل ليل ونهار علشان يقرب اليوم اللي هيعيش معاها فيه في بيت واحد. ميرسي قوي على مجاملتك دي، بس المجامله حاجه والحقيقه حاجه تانية. انا بتكلم جد مش بجامل. شوف انا مثلا ظروفي كانت اوحش بكتير قوي من ظروف عادل. سافرت، تعبت، شقيت لحد ما قدرت اوصل للي انا فيه دلوقتي، ومع ذلك مش حاسس ان انا عملت حاجه كبيره. يمكن كنت هحس باهميه اللي عملته ده لو كان في انسانه جنبي شاركتني فيه، انسانه اشعر اني بتعب علشانها وانها بتستحمل حاجات كتير لحد ما نحقق حلمنا سوا. ده الفرق اللي بيني وبين عادل. هو لقى الحب بس ما كانش عنده الامكانيات اللي تحقق له احلامه، وانا عندي الامكانيات دي بس ما لقيتش الحب. صدقيني يا ناهد، لو كان في امكاننا نرجع الزمن لورا ونبتدي من الاول كنت هختار مكان عادل. طب ليه ما فكرتش ترتبط بانسانه تشاركك حياتك بدل الوحده اللي انت بتشتكي منها دي؟ انت انسان ناجح وليك علاقات كتير، واكيد لو فكرت ودورت بجديه هتلاقي الانسانه اللي تصلح لك. فكرت ودورت وبرضه ما لقيتش. يعني ايه؟ يعني ما لقيتش اللي ترضى بيا. ده تواضع. دي الحقيقه. يعني عايز تقنعني انك بتدور على عروسه ومش لاقي؟ ومستعد لو لقيتي لي عروسه حلوه زيك اخطبها من بكره. الحلوين كتير. كتير اه، بس مش بالشكل ده. الله يكبر بخاطرك. ياه، ده انا اتاخرت قوي. معلش عطلتك ودوشتلك دماغك بكلام الكتير. ايه اللي بتقوله ده؟ على اي حال انت لازم تعذريني، لان دي اول مره الاقي حد استريح له واحكي له على كل اللي جوايا من غير اي خجل او تكليف. ميرسي قوي على ثقتك. المحامي ما قالكش اخبار جديده عن قضيه عادل؟ هيفوت عليا بالليل وهعرف منه اخر التطورات. انا قلقانه قوي على عادل، مش عارفه اخباره ايه في اسكندريه. كان مفروض انه يكلمنا بالتليفون او يجي عشان يطمننا بس. معلش الغايب حجته معاه. ما تبقاش تتأخر عليا يا عادل. أول ما الاقي فرصة أجيلك هجيلك على طول. مش هتاخد معاك غيار ولا حاجة؟ معاك يا حق. Thank you.
تتعاملي معايا على اني صاحب شغل. احنا اصحاب قبل كل شيء، والعلاقة اللي بيننا اكبر الف مرة من الشغل. ثانية واحدة، ومع ذلك على ما قدرت أقولهم لك خدت 3 ساعات. ما أنا كمان كنت ملبوخة أكتر منك، وكنت حاسة باللي أنت عايز تقوله، لكن ما كنتش عارفة لو قلته هرد عليك إزاي. سنة فاتت، ومع ذلك اليوم ده لسه في فكري زي ما يكون امبارح. نفسي السنة الجاية يا عادل نكون في بيتنا. ده الحلم اللي بحلم بيه ليل ونهار. بس لما الواحد يخطب إنسانة جميلة ورقيقة زيك، لازم يموت نفسه في الشغل ليل ونهار علشان يقرب اليوم اللي هيعيش معاها فيه في بيت واحد. اتفضلي. ايه ده؟ افتحيها وشوفيها. الله، ساعة. متشكرة قوي يا عادل. عجبتك؟ قوي، كفاية انها منك. انا طبعا كان نفسي اجيبها لك دهب ومترصعة بالالماز، بس انت عارفة بقى الالماز ناقص شوية في السوق اللي من دول. ربنا يخليك لي يا حبيبي. ويخلينا لبعض. أنا مش مصدقة إن إحنا النهاردة بقالنا سنة مع بعض. يا فاكرة اليوم ده نايت؟ صدقيني يا ناهد، لو كان في إمكاننا نرجع الزمن لورا ونبتدي من الأول، كنت هختار مكان عادل. يوم كامل عمال اقررهم عشان يقولوا لنا فين مكان شوقي بيه ده، ما بيقولوش. ولو قعدت 100 سنة برضه مش هتاخد منهم عقد نافع على مؤاخذة، لأن دول بقى رجالته وروحهم في ايده، يعني مش ممكن تاخد منهم كلمة واحدة عنه. أنا كان كل أمل أوصل لبسيوني أو شوقي. وأنت ما تفتكرش شكل الحتة اللي خدوك فيها؟ يا معلم صابر، ما انا قلت لكم قبل كده اني لما خدوني من البانسيون على الحته اياها دي كانوا مغميين لعناية. بس ايه؟ انا لما خدوني على الحته اياها دي قبلها سمعت اصوات كتيره، دوشه كبيره زي ما يكون اصوات موتورات ومكن، يعني ورشة مثلا. أيوة حاجة زي كده. تقول أصوات كتيرة ودوشة مواتير ومكان، يبقى ممكن المكان ده يكون في المينا أو في حتة جنبها. أكيد حاجة زي كده. طب ما تفتكرش يعني الراجل ده اسمه شوقي إيه؟ شوقي عبد الرحمن، شوقي عبد الله. بس افتكرت اسمه شوقي عبد الباقي. شوقي عبد الباقي، وفي الحته اللي جنب المينا.
اهو كده لمؤاخذه نقدر نوصل له، لان ده طبعا راجل معروف في المنطقه وليه شغل هناك، يعني لو سالنا وطقصنا 100 واحد هيدلنا. حاجه تاني، ما ننساش كمان الراجل صاحب البنسيون اللي وداك ليهم، عباس الديزل. ها او ده برضو ممكن عن طريقه نوصل لحاجات كتير. لا، الراجل بتاع البنسيون ده هيطلع زيه زي العيال اللي مربطين جوه دول، مش هتقدر تطلع منه بحق ولا باطل. احنا بقى احسن حاجه نركز على بسيوني وشاوقي. ومين عارف دول وراهم مين كمان؟ بقى حتة واد زي ده يعمل فيكم العمايل دي كلها؟ مسكتوه وهرب منكم كذا مرة قلنا معلش، لكن توصل انه يخطف 3 من رجالتكم؟ اهو ده اللي انا مش قادر اصدقه. قاسم بيه، انا من الاول قلت لك لازم نخلص منه، وانت اللي رفضت وقلت سيبونا اتصرف. وديك لحد دلوقتي اهو لا اتصرفت ولا عملت اي حاجه. يعني ايه؟ يعني لو كنت سبتنا نخلص منه من الاول ما كانش حصل اي حاجه من ده كله. انا صحيح قلت ما تقتلوهوش، لكن ما قلتش سيبوه يهرب. والمفروض يا بهوات كنتوا تخلوه يفضل محبوس عندكم في أي حتة لغاية ما نشوف لنا حل، لكن الظاهر ما عندكوش رجالة تعتمدوا عليهم في الحاجات اللي زي دي. معناه إيه بقى الكلام ده؟ أنت جايبنا هنا عشان تتريق علينا ولا إيه؟ يا بهوات، يا بهوات، مش كده يا بهوات، نحن كلنا بهوات مع بعض، إحنا جايين عشان نشوف حل مش عشان نشد مع بعض. أي حال كويس قوي انها جت لحد كده، لانك لو كنت اذيته يا بسيوني بيه زي ما كنت ناوي ما كانش هيحصل. طيب كاظم بيه اسمح لي، انا حقيقي مش قادر افهم موقفك ده سره ايه، وايه سبب يعني اللي مخليك خايف عليه قوي للدرجه دي؟ ها يكونش صاحبك؟ ايوه صاحبي.